بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم نحن وسائر المسلمين إلى يوم الدين يا رب العالمين. ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام العارف بالله سيدنا عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وما زلنا في المصطلحات المتداولة بين طائفة أهل التصوف في كلامهم وفي كتبهم. يتكلم اليوم عن المحو والإثبات. ساعات يقولوا المحو ويقولوا الإثبات، وساعات يقولوا التخلي والتحلي. المحو هو التخلي، والإثبات هو التجلي. ببساطة كده سهلة، يعني أن تمحو كل خصال خبيثة وتتحلى بكل صفات مليحة. كويس، يبقى محوت وتخليت عن كل خلق خبيث وتحليت وأثبتت كل خلق مليح. يبقى هو ده المقصود به بهذا الباب. المحو رفع أوصاف العادة. العادة إيه؟ إن الإنسان خلق هلوع، إذا مسه الشر جزوع، وإذا مسه الخير منوع. مش كده بقى؟ دي حتى الإنسان كده خلق من عجل، حريص، يحب الحرص، يحب الشهرة، يحب الظهور، يحب العلو، يحب القهر، يحب تحقيق رغبته بغض النظر عن الوسائل. هي دي الإنسان خلقته كده، طبيعته كده. يجي الإيمان يغير الطبيعة دي، عشان كده يقولك إلا المصلين، يوم يستثنى. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهمت بقى؟ يبقى خلق يعني المحو رفع أوصاف العادة. العادة التي خلق الإنسان عليها على طبيعته. لو الإنسان ترك نفسه بغير إيمان هيبقى زي هذا الكافر. شوف نموذج الكافر إيه؟ يفسد حيثما وجد، واخد بالك، ويسير خلف شهوته ورغبته، ويظلم خلق الله إذا تحكم فيهم، واخد بالك، ليس عنده شفقة، قاسي القلب. دي أخلاق الإنسان بغير إيمان. أي إنسان بغير إيمان يبقى كده. لما ترفع الأوصاف المعتادة دي بقى وتبدلها بأوصاف أهل الإيمان، تبقى اسمك محوت الأوصاف المعتادة، اللي هي الايه؟ المعتادة عند الإنسان بغير أدب وبغير إيمان. انظر إلى صفة إبليس وصفة سيدنا رسول الله. صفة إبليس الكبر والغرور والتحدي، حتى إنه يتحدى ربه، مش كده برضه؟ ويسير خلف هواه. وصفة سيدنا رسول الله الإنسان الكامل. فهمت فرق كبير؟ فيبقى أنت بتمحو الصفات الإبليسية وتثبت الصفات المحمدية. فهمت بقى إزاي؟ هذه الحكاية. والإثبات إقامة أحكام العبادة. العبادة تحتاج إيه؟ الانقياد والاستسلام والخشوع والخضوع والافتقار والذل إلى الله والفقر إلى الله والغنى بالله والرضا عن الله والتفويض إلى الله والثقة في الله. كل دي أحكام العبادة. فهمت بقى؟ فمن نفى عن أحواله الخصال الذميمة وأتى بدلها بالأفعال والأحوال الحميدة فهو صاحب محو وإثبات. هذا من جهة العبد. ومن جهة الرب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ربك بقى سبحانه وتعالى أيضا له محو طبقا لمشيئته. والعبد مسؤول أيضا له محو وإثبات، لأنه خليفة الله
فله والخليفة له إيه من خصائص من استخلفه بعد الخصائص. الله له مشيئة أنت لك مشيئة، فهمت بقى؟ الله له إرادة أنت لك إرادة، الله متكلم أنت تتكلم، الله سميع بصير وأنت تسمع وتبصر، فهمت بقى؟ وبالتالي الخليفة لابد أن يكون فيه من صفات من استخلفه. فكما أن الأبد يمحو ويثبت، فالله يمحو ويثبت أيضا. ففي محو رباني طبقا لمشيئته، وفي محو تعبدي طبقا لتكليف العبد، فهمت؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي لا تغضب، طب ما الغضب دي طبيعة إنسانية، فهمت؟ يعني غير طبيعته، قد لا يستطيع، لكن على الأقل لا تنفذ غضبك، يعني إذا غضبت لا تنفذ غضبك. كاظمين الغيظ العافين عن الناس، يوم يحل محل الانتقام المصاحب للغضب، يحل محله الكظم ثم العفو ثم الإحسان لمن ظلمه. شوف درجات بر، يعني درجات للمحو ودرجات للإثبات، فهمت بقى المسألة؟ وهكذا في كل خلق. سمعت الأستاذ يقول إيه المصنف، سمعت المصنف اللي هو مين؟ عبد الكريم الكشيري رحمه الله. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق اللي هو حماه وشيخه، يعني والد زوجته وشيخه اللي هو أبو علي الدقاق. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول قال بعض المشايخ لواحد إيش تمحو وإيش تثبت؟ إيش يعني أي شيء، بس إيه باللغة العامية يعني الدرجة، بدل ما يقول أي شيء ويقعد كده يتقعر يقولك إيش، بس فإيه، فبيقول له إيش تمحو وإيش تثبت؟ فسكت الرجل ما عرفش يجاوب، فقال أما علمت أن الوقت محو وإثبات؟ لابد أنك تشغل وقتك وعمرك بمحو خبيث فيك وإثبات كامل فيك، وإلا تبقى إيه بطال ونضيع وقتك فيما لا طال، فهمت؟ أما علمت أن الوقت محو وإثبات؟ الوقت يعني العمر واللحظات وآنيات الأوقات. أما علمت أن الوقت محو وإثبات؟ إذ من لا محو له ولا إثبات فهو معطل مهمل، وينقسم إلى محو الزلة عن الظواهر. يعني من جهة العبد يعمل العبد يمحو المعصية، الزلة اللي هي المعصية أو الزلة، خليها الزلة أحلى، وينقسم إلى محو الزلة عن الظواهر، بحيث أنه بظاهره لا يقع في زلات يعني في معاصي، يجعل ظاهره في الطاعة، ومحو الغفلة عن الضمائر، وضميره قلبه يبقى ذاكر لله مش غافل، يبقى لابد أن تمحو الغفلة عن القلب بالذكر، وتمحو معصية الجوارح بإيه؟ بشغل الجوارح بالطاعات، ومحو العلة عن السرائر. ومحو العلل يعني أمراض السر إيه؟ عدم الركون إلى الله، عدم الثقة في الله، عدم تفويض الأمر إلى الله، هم الرزق، خوف الخلق، زي اللي خايف من الحسد، خايف من الجن، خايف من السحر، خايف من كل دي، ناس ما عندهاش إثبات لعلامات الإيمان اللي هي فيها التفويض ومعرفة أن الله هو الفاعل، وناقص الإيمان لأنه بقى يخشى الخلق ونسي الخشية من الله، فهمت بقى؟ ومحو العلة عن السرائر. ففي محو الزلة أو الزلة إثبات المعاملات، المعاملات يعني الطاعات، لما تعامل ربك معناه بتطيعه، فاهم؟ يبقى المعاملات هنا معناها إيه؟ الطاعات، إثبات المعاملات. لما أمحو الزل، لما أمحو أنا الزلات همحوها بإيه؟ بالطاعات، تقوم يحل محلها الطاعات على طول. وفي محو الغفلة اللي هو بالذكر، يعني إثبات المنازلات، الترقي في المقامات، يعني
المنازلات يعني ايه؟ تنزل من مقام لمقام لمقام لمقام، بتترقب تنتقل مش واقف في مكانك او بتتراجع. وفي محو الغفلة بالذكر إثبات المنازلات، وفي محو العلة أي عن الضمائر بدوام إيه؟ المراقبة. يعني السرائر بتترقى بالمراقبة، والضمائر تترقى بالذكر، والظواهر تترقى بالطاعة. يبقى كل حاجة فيك ليها ما يرقي، فهمت؟ محو العلة اللي هي بإيه؟ اللي هي بدوام المراقبة لله عز وجل في السر والإيه والعلن. في محو العلة إثبات المواصلات، يعني المواصلات إيه؟ دوام الاتصال بالله. يبقى المواصلات يعني إيه؟ يعني في اتصال بالله دائم معاك. هذا محو وإثبات بشرط العبودية. اللي فات ده كله إيه؟ محو وإثبات عبودي، تعبدي لله، واضح؟ تكليفي يعني انت مكلف تعمله. واما حقيقة المحو والإثبات فصادران عن القدرة، ده من جهة فعل الرب بقى، دي من جهة ايه؟ فعل الرب. فالمحو ما ستره الحق ونفاه، والإثبات ما أظهره الحق وأبداه. فالمحو ما ستره الحق ونفاه. ربنا سبحانه وتعالى ستر عنك عيوب الخلق فلا تبحث عنها. اللي ربنا أراده مستور ما تفضحوش عشان تمشي مع مراد الله. عشان كده النبي يقول لنا إيه؟ من ستر مسلما ستره الله. لأن ربنا سترنا. هو لو ربنا خلى كل معصية لها رائحة معينة بتنبعث من الإنسان، كناش هنقدر نعيش مع بعض، ولا انت كنت هتقدر تعيش مع نفسك من النتانة اللي خارجة منك، فهمت بقى؟ لكن ربنا سترنا يا اخي. يبقى رايح يعمل معصية وكبيرة من الكبائر وماشي، قال يعني رايح المسجد، محدش شايفه، محدش عارف جوه قلبه ايه. يبقى انت لا تنقب عن معايب الخلق، لان الله سترهم فلا تفضح ما ستره الله. اللي ربنا محاسب وممحي، واللي ربنا أظهره تعامل معه على وفق مراده. والإثبات ما أظهره الحق وأبداه. ربنا أخفى عنا الجن، يبقى ما تحاولش بقى تروح إنك أنت تتصل بالجن بقى. في ناس هوايتها عايز يتصل بالجن، فضول، يوم إيه لما يتصل بيهم يحصل إيه؟ يحصل له عناء شديد وفشل في حياته وفي آخرته. ليه؟ لأنه أراد أن يكشف ما ستره الله. هو ربنا سمى الجن جن ليه؟ لأنه جنة يعني مستتر، كل ما هو مستور من الجيم والنون. يقول جن مستور، جنين مستور لأنه بطن أمه، مش كده برضو؟ جنة مستورة بالأغصان والأشجار، فكل ما هو مستور جاي من الجيم والنون. جنة يعني وقاية تسترك عن العطب، فهمت ازاي؟ فيبقى اي حاجة ربنا سترها اوعى تبحث عن كشفها، لان كشفها يؤدي الى العطب فيك، فهمت بقى؟ في ناس كتير من جهلة المريدين يقعد يذكر ربنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف عشان يرى من وراء الجدار، علشان يكشف لي ما لا يكشف لغيره. طب ما انت لو كشف ليك ما كشف ما لم يكشف لغيرك هيزداد حسابك. على قدر الكشف على قدر الحساب، انت قدها. شوف الحواريين يقولوا ايه؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ وفي قراءة هل تستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ تستطيع ان تدعو ربك يعني، في قراءتين. يعني الحواريين متشوفين لرؤية ما لا يراه سائر الناس، فعايزين ياكلوا من طعام الجنة قبل ما الناس تاكل من الجنة. الله، يوم ربنا يقول ايه؟ اني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. فدل على ان الستر احسن. اما ابقى مستور ربنا يكبر نقصي، حتى لو اكون غافل عديه، ما هو مش شايف مش عارف،
انما لما تبقى شايفه تعصى ده انت يقسمك. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي اللي بيكشف ليه عقابه شديد ومعاملته معاملة مخصوصة. انت تقدر المعاملة المخصوصة دي عاملك بيها ربك؟ ما تعرفش، استطيعش، ما تتحملهاش. طالما ما تتحملهاش بتطلب الكشف ليه وانت ضعيف؟ خليك كده مستور. الحجاب ليك رحمة، الحجاب حتى لو عصيت ربك يقول ايه اصله ما شافش. ماذا لو رأوها؟ قالوا يكونوا أشد لك طلبا. ماذا لو رأوا النار؟ يكونوا أشد فرارا منها. يقوم ربنا يغفر لهم علشان مش شايفينها. مش كده؟ عارف انت الحديث، تركتم عبادي يذكروا، وتركتم عبادي يسألوك الجنة، وتركتم عبادي يستعيذون. فبيقول لهم ماذا لو رأوا النار يكونوا أشد فرارا، ماذا لو رأوا الجنة يكونوا أشد طلبا له. لا رأوها ولا دي. علشان لم يروها، عشان بيطلبوها من وراء حجاب، قال أشهدكم أني قد غفرت له. لكن لو كانوا شايفينها مش كانش هيديهم حاجة. ما انت طالما شايفها لابد تطلبها إذا كانت جنة، ولابد تفر منها إذا كانت نار. فده رد فعل، مش عبادة بقى، ده هيبقى رد فعل. لكن لما تطلبها من وراء الحجاب بقت عبادة. فشتان بين اللي بيشاهد، واخد بالك، واللي مش بيشاهد. فالحمد لله على نعمة الحجاب. ليه؟ يقوم ربك يجبرك كتير لأنك مش شايف. معلش أصله مش عارف. معلش أنت نفسك لما تلاقي طفل يمسك حاجة كده يعني إيه يفسدها، تقول له إيه أصله طفل مش فاهم. معلش طفل. لكن لما يبقى واحد فاهم ويجي يفسد الحاجة تعاقبه عقاب شديد. مش كده برضه؟ أهو الحكاية كلها. خليك كده مع الله طفل. فهمت ازاي؟ طول ما انت طفل مع الله حلو قوي، ربنا يجبرك يعديها لك. حتى لو غلطت يقول لك ما هو طفل، ليس على الاطفال حرج، عديها له. انما شوف انت ربك كان بيعامل الانبياء ازاي، بشده. انبياء اهل كشف، بيجي لهم الوحي، تكشف لهم الجنه، تكشف لهم النار. شوف حياه النبي كانت صعبه ازاي، واخد بالك؟ ما تستحملهاش انت، انت ما تستحملش لحظه من حياه النبي. فهمت؟ يوعك كما يوعك رجلان منكم، يشتد عليه المرض، يكثر عليه البلاء. فهمت ازاي؟ انت ما انت تقدر تتحمل اللي تحمله النبي في يوم من ايام النبي، ما تستحملش. فهمت؟ يبقى ربنا بيعامل اهل الكشف معامله خاصه انت لا تتحملها، سائر الناس ما يتحملوهاش. فمن رحمه ربنا انه حجبنا، من رحمه ربنا بينا، عشان يبقى في سبب ومسوغ انه يغفر لنا. يقول اصلهم ما شافوش، اصلهم ما عرفوش، لو كانوا عارفين وشافوا ما كانوش عملوا كده. يوم يجبرك. فهمت بقى يا استاذ؟ فالمحو ما ستره الحق ونفاه، والاثبات ما اظهره الحق وابداه. يبقى تمشي مع ما اظهره الحق ولا تبحث عما ستره الله. ادب العبوديه كده. ساعتها تعيش حياه مثمره مطمئنة دون أي أعطاب، طول ما أنت ماشي مع مراد الله. فهمت بقى إزاي؟ لا ده عايز يكشف، يكشف اللي إيه؟ المستور. طب يكشف المستور، تعيش طول عمرك إيه؟ في كرب. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم إيه؟ راحة، زادوهم رهقة. والمحو والإثبات مقصوران على المشيئة. طبعا هنا المحو من جهة الرب مقصور على مشيئته، لأن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. عند علماء الظاهر يمحو الله ما يشاء من الأحكام ويثبت غيرها بنسخها بغيره. ده عند علماء الظاهر. وعند علماء الحقيقة يمحو ويثبت ما أراده في كونه، سواء كان حكم شرعي أو حكم كوني. فهمت بقى إزاي؟ فمعناها عند الأولياء أوسع من معناها عند علماء الظاهر. قيل يمحو عن قلوب العارفين ذكر غير الله تعالى. يعني كلما ازددت قربا من الله محى من قلبك ذكر السوى. فهمت؟ السوى اللي هو ايه؟ ما دون الله يعني. ويثبت على ألسنة المريدين ذكر الله. لأن المريد ذكر بلسانه والعارف ذكر بقلبه. فهمت؟ ويثبت على ألسنة المريدين ذكر الله ومحو الحق لكل أحد وإثباته على ما يليق بحاله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يمحو شيء ويثبت
في البشر كل واحد على حسب مرتبته، فما يمحوه عن النبي ويثبته غير ما يمحوه عن الصديق ويثبته، غير ما يمحوه عن الولي ويثبته، غير ما يمحوه عن عوام أهل اليمين ويثبته، غير ما يمحوه ويثبته عن أهل التقليد بالمعاصي والطاعات. فهمت بقى زي؟ كل على مرتبته، فكل واحد ليه محو يليق بمرتبته، وكذلك إثبات يليق بمرتبته. ومن محاه الحق سبحانه عن مشاهدة أثبته بحق حقه، يعني من محاه الحق سبحانه وتعالى عن مشاهدته سبحانه وتعالى أثبته بحق حقه، أثبته بحق ذكره وبحق الشوق إليه والاشتياق له. ومن محاه الحق عن إثباته به رده إلى شهود الأغيار. ولما ربنا يمحو إثباتك لنفسك لوجودك فيعمل إيه؟ لو محى الله إثبات ذكره في قلب العبد يوم يثبت ذكر العبد لنفسه، ولو محى ذكر العبد لنفسه أثبت ذكره مكان غياب النفس. فهمت؟ ومن محاه الحق عن إثباته سبحانه به رده إلى شهود الأغيار، الأغيار اللي هي النفس والخلق والكون، وأثبته في أودية التفرقة، أو أودية التفرقة اللي هي إيه؟ أن هناك عبد ورب، هناك خلق ومخلوق وخالق، مش كده برضو؟ دي التفرقة. لكن إيه الجمع؟ لا ترى إلا الله بس. فهمت بقى إزاي؟ وقال رجل للشبلي رحمه الله: ما لي أراك قلقا، أليس هو معك وأنت معه؟ الشبلي كان يجي له أحوال كده يبقى شديد القلق، رايح جاي رايح جاي، درجة إن هم أوعزوا للمحيطين به إنه مريض، فحجزوه في البيمارستان اللي هو إيه؟ مستشفى الأمراض العقلية في زمانهم. قالوا ده عنده خلل عقلي الراجل ده، اللي كان أطواره غريبة، كانت تيجي له أطوار غريبة في ترقي مع الله. فهمت؟ درجة يحجزوه في البيمارستان، يقوم إيه؟ يروحوا يزوروه، يقوم يقابلهم بالحجارة ويضربهم بالحجارة. أصدقائه إيه؟ يقوموا يفروا منهم، يقول لهم: كذبتوا، لو أحببتموني لصبرتم على بلائي. يعني بيعلمهم، يعني طلع أعقل منهم، طلع إيه؟ أعقل منهم. فواحد لقى الشبلي في حال من أحواله القلقة دي: ما لي أراك قلقا، أليس هو معك وأنت معه؟ فقال الشبلي: لو كنت أنا معه كنت أنا، ولكني محو فيما هو. يعني لو كنت أنا بذاتي كده معه فأكون مع نفسي، لأن في لي اختيار، ولكني محو فيما هو، يعني أنا محو معه فلا وجود لي معه. فهمت؟ كأنه محى كونه وأثبت وجود الله، فلا يشعر بكونه، لا يشعر بأنه أنا، يعني لا يشعر بالإيه؟ بالأنا. والمحق فوق المحو. ساعات يعبروا عن المعنى المحو لما يزيد قوي يسميه المحق، لأن المحو يبقي أثرا والمحق لا يبقي أثرا، وغاية همة القوم أن يمحقهم الحق عن شاهدهم ثم لا يردهم إليهم بعدما محقهم عنهم. يعني غاية همة القوم إنه الإنسان لا يرى إلا بالله ولا يسمع إلا بالله، لا يرى بنفسه ولا يسمع بنفسه ولا يتحرك بشهوته. غاية همة القوم إنه يوصل لإيه؟ إنه يبقى عبد ربان، كنت سمعه كنت بصره، فهم؟ يتكلم بالله، يسمع بالله، يسير بالله، يعني بتوفيق الله في كل أحواله. دي غاية همة القوم. فإذا فعل معهم ذلك غايتهم ألا يردوا إلى نفسه. ومن ذلك
خد بالك ان ايه، ان ربنا خلى في اشياء في الكون المحسوس تراها بعينك تشبهها في الوجدان في الطريق الى الله، لان في كون باطن تسير فيه تصل به الى الله، وفي كون ظاهر تسير فيه واخد بالك فتحجب به عن الله، الكون الظاهر اللي احنا كلنا شايفين. فمثلا السماء فيها انوار نجوم وفيها ايه اقمار وفيها شموس، فالناس تشوف النجوم تهتدي وتشوف الاقمار تعرف الشهر في اوله ولا في اخره ولا في نصه، وتشوف الشمس فتعرف النهار وتعرف ايه تفرق بين الايام وغيره كويس. انما القلوب بقى فيها ايه، مكان النجوم فيها الايه الفهوم، يعني الفهم هو نجم يهديك للمعنى المراد، شو لك علامات وبالنجم هم يهتدون، يعني في مسيرهم في الدنيا. النجوم في القلوب بقى هي تهدي للفهم الصحيح، فهمت؟ اما الاقمار في القلوب فهي علوم، والشموس معارف. يبقى أهل الله بين فهوم وبين إيه علوم ربانية يعني، وبين شموس معارف للحقائق الإلهية. فهي هي يعني الكون الظاهر له صورة في الكون الباطن كله، بس إيه كل حاجة ليها مسماها. ومن ذلك الستر والتجلي، الستر والتجلي متملي، خد بالك بعد التخلي والتحلي او بعد المحو والاثبات ياتي التجلي، فهمت بقى؟ والتجلي اللي هو ايه ظهور الكمالات بقى في قلب المؤمن، العوام في غطاء الستر، والخواص في دوام التجلي. العوام الصوفية يعني، مش عوام المسلمين، عوام الصوفية في غطاء الستر لأنهم إيه أهل مراقبة، والخواص في دوام التجلي لأن أشرقت شمس المعارف فصارت الأمور عندهم واضحة. لكن العوام من الصوفية ما زال ليل النفوس مظلم، ويسيرون في ضوء نجوم الفهوم الصحيح، فهمت؟ وبالتالي العوام من الصوفية مستورين بليل النفوس، والذي يهديهم في ليل نفوسهم هي الفهوم الصحيحة، الفهم الصحيح مش النصوص الصريحة. يبقى عندي نص صريح وعندي فهم للنص، الفهم هو اللي يهديك، النص يحتاج لسه فهم، فهمت بقى ازاي؟ لكن لو النص موجود وفي سوء فهم يبعدك خالص عن الصواب، زي ما شفنا ناس قرأوا القرآن وفهموه على غير ايه حاله، فأظهروا اسلام ما نعرفوش غير اللي جاب النبي. ليه؟ لان اخطأوا الفهوم مع ان النص واحد، فهمت المسألة؟ وفي الخبر إن الله إذا تجلى لشيء خشع له، يبقى معناه إن الخشوع القلب ده حال العارفين، حال الخواص. ليه؟ لأن إذا تجلى الله للقلب خشع القلب وسجد. فصاحب الستر بوصف شهوده، وصاحب التجلي أبدا بنعت خشوعه. صاحب الستر شهوده إيه؟ الأدلة والبراهين، فهمت ازاي؟ فلما يشهد الأدلة والبراهين هو ماشي معه على حسب ما هو شايف من دليل وبرهان. لكن صاحب التجلي أبدا بنعت خشوعه لأنه من أهل الأحوال. والستر للعوام عقوبة، يعني الستر للعوام أحيانا يكون عقوبة إذا ستر عنهم عيوبهم، فهمت؟ فينشغلوا بعيوب غيرهم، يبقى ده عقوب. لما يستر عنك عيوبك وتنشغل انت بعيوب الناس يبقى دي عقوبة.
لكن لما يبقى مش عقوبة يكشف لك عيوبك ويستر عنك الناس، فتنشغل بتصليح عيوبك. فاهم؟ في ناس كده شغلها كله قاعد طول النهار مشغول بعيوب الناس ولا ينشغل بعيب نفسه أبدا، فده عقوبة، ده في عقوبة مسكين. والستر للعوام عقوبة وللخواص رحمة. الخواص بقى لما يستر عنهم بيستر عنهم الحقائق التي قد تلهيهم عن ذكر مولاهم، يبقى بالنسبة للخواص رحمة. يعني لو كشف لك الملائكة وهي حاضرة معك الصلاة كنت هتعرف تقرأ فتحة؟ يبقى قابل. لو كشف لك تسبيح الأرض بتاعت المسجد وأعمدة المسجد وسقف المسجد واللي حاضرين من المسلم الجن، كل دول ما بيحضروا في الصلاة، والملائكة بتحب في المصلين وتحضر المصلين وتؤمن خلف طب لو كشف لك الحاجات دي تبقى ايه بالنسبة لك؟ مش هتعرف تكمل صلاتك أصلا، وقد لا تمس يعني يصلح لك عقلك ويثبت. فيبقى الستر بالنسبة لأهل الطاعة للمستقيمين على شرع الله رحمة، يعني رحمنا فحجبنا. شفت بقى؟ فالحجاب بينا رحمة، فإياك تبحث عن ستر هذا الحجاب، عن كشف هذا الحجاب. لو عرض عنك، لو عرض لك ذلك فاختر الحجاب. ليه؟ لأن تختار ما اختاره الله، مش يقول لك إذا خيرت فاختر ألا تختار، أو اختار ما يختار. هما مقامين، إما تختار ألا تختار أو تقول أختار ما تختار. مقام سيدي محي الدين بن عربي يقول أختار ما يختار، ومقام سيدنا أبي اليزيد البسطامي أختار ألا أختار، هناك بون بين الاثنين، ده مقام وده مقام. وإحنا حلنا مع سيدي محي الدين نختار ما يختار، فإذا اختار الحجاب اختار الحجاب. مش واحد يقول يا رب أشوف النبي يقظة، يا رب أشوف النبي يا عم، لو شفته يقظة والله ما هتعرف تروح شغلك بعد كده ولا حينصالح حال، مش هتستحمل يا عم، انت بتطلب حاجة انت فوق طاقتك مش هتستحمل. تصور انت داخل حجرتك وقاعد كده والنبي دخل عليك يقظة، يبقى قابلني لو عرفت تيجي تصلي معنا الفجر، صح ولا مش هتتحمل؟ ده انت بتشوفه في المنام، في المنام مش في اليقظة، بتقوم بتترعش، وما لما تشوفه اليقظة هتعمل ايه؟ تتجنن او ايه؟ او تستوحش الناس فتحرم صلاة الجماعة، زي ما حرم كثير. سيدنا الامام الجلال الدين السيوطي شاف النبي يقظة في اخر حياته، حتى انه قال صححت عليه يقظة 100 حديث، لكن ترك الجمعة والجماعات، دفع الثمن، دفع الثمن يا عمي، حبس نفسه في البيت. فهم؟ حبس نفسه في البيت وما يكلمش حد، خلاص كلم النبي هيكلم حد تاني. فهمت ازاي؟ يعني فسدت حياته وتوقفت حياته، لا بقى يحضر جمع ولا جماعات ولا يخرج يدي دروس ولا يقابل الناس ولا يألف ولا يعمل حاجة، وقف الانتفاع به. شفت قد ايه؟ فانت ما تتمناش حاجة انت مش قدها، ما تتمناش حاجة انت مش قدها، واضح؟ لو ربنا كتبها لك دون تمني هيكتبها لك في وقت يقويك تتحمل. فهمت؟ عشان كده في ناس ربنا ادهالهم بس في وقتهم يتحملوها، عارف ما هم ما طلبوهاش، ده هي جات لهم كده، ربنا جابها لهم في الوقت اللي هم يتحملوه. فهمت يا استاذ؟ يبقى الستر للعوام عقوبة اذا ستر عيوبهم وشغلهم بعيوب غيرهم، والستر للخواص رحمة لبقاء التكليف الذي هو أصل التشريف. يعني لو كشف لهم حيتوقف التكليف، يبقى تشريف بس، وعبادة التكليف ثوابها أعلى من عبادات التشريف، لأن ربنا قال في الأول الآية إيه؟ الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب، ولا قال بالكشف؟ يؤمنون بالغيب، يبقى الإيمان بالغيب ده هو اللي ليه منزلة عند الله عظيمة. إنما الإيمان بالكشف والله لو ما انصعتش بعد ما كشف ليك لينسفك،
مع أول غفلة، مع أول هفلة، عفوا، فهمت إزاي؟ يتعبك. لا خلينا كده مستريحين، الخلق عيال الله، خلينا عيال. حلو قوي، رحمة، فهمت؟ تقوم تاخد راحتك، تروح تاكل وتشرب وتنام وتكلم صاحبك وتهزر معاه، واخد بالك، وتروح السوق وتتجوز وتربي عيالك وتدخل الامتحان وتنجح وتعمل مشروع، واخد بالك ازاي، وتكسب وتبقى نافع في الدنيا. يبقى لو كشف ليك مش هتعمل الحاجات دي خالص كلها، فهمت ازاي؟ هتفسد حياتك وتفسد على الناس، حتى اقرب الناس اليك لا ينتفعوا بيك. ابوك يحتاجك ما يلاقيكش، امك تحتاجك ما تلاقيكش، ولادك محتاجينك مش لاقيينك، فهمت بقى ازاي؟ فخليك كده احسن، فنعم الحجاب هو، فهمت؟ بس مع ايه؟ مع كمال الاستقامة في الظاهر، فهمت؟ اذ لولا انه يستر عليهم ما يكاشفهم به لتلاشوا عند سلطان الحقيقة. يتلاشوا طبعا، مش هيبقوا ولا حاجة، ولكنه كما يظهر لهم يستر عليهم. سمعت منصور المغربي يقول: وافى بعض الفقراء حيا من احياء العرب، فاضافه شاب، يعني واحد من اهل الصوفية الفقراء، كان يسموا نفسهم فقراء لان كل الناس فقراء الى الله، فكان لما يجي يسأله انت مين، يقول له انا الفقير. فهي الفقير ده اسم لكل صوفي، لانه تحقق بالفقر، لانه هو الباب الذي تدخل به على الله. وافى بعض الفقراء حيا من احياء العرب فاضافه شاب. فواحد شاب كده شاف ايه، فقير من فقراء الصوفية غريب، فاستضافوا عنده في بيته. فبين الشاب في خدمة هذا الفقير اذ غشي عليه. فجأة الواد ماشي بيقدم له حاجة، لا اغمى عليه، الله مصروع ده ولا ايه الواد ده؟ عنده صرع ده ولا راكبه جني ده؟ واحنا هنقول كده على طول، ولا مسحور ده معمول له عمل ولا ايه الحكاية؟ الجهل هتقول كده، فهم؟ فسأل الفقير عن حاله، سأل الناس قرايبه، فقالوا له: بنت عم وقد علقها، يعني ليه بنت عم بيحبها حب شديد، فمشت في خيمتها فرأى الشاب غبار زيلها فغشي عليه، يعني شاب بس ايه الغبار اللي ايه اللي اثاره ثوبها على الارض وهي ماشيه، شاف الغبار بس من شد تعلقه بيه اغمى عليه، امال لو شافها هيعمل يموت بقى. فمضى الفقير الى باب الخيمه، راح الفقير لباب الخيمه علشان يشفع للبنت دي انها تتزوج ابن عمها، ادم بيحبك حب شديد كده تزوجيه بتتقلي عليه ليه؟ الواد هيموت عشانك، فهمت؟ فمضى الفقير الى باب الخيمه وقال: ان للغريب فيكم حرمه وزماما، وقد جئت مستشفعا اليك في امر هذا الشاب، فتعطفي علي فيما هو به من هواك. فقالت: سبحان الله، انت سليم القلب، انت يعني سليم العقل، انت راجل سليم العقل، انه لا يطيق شهود غبار زيلي، فكيف يطيق صحبتي؟ ده ما بيستحملش يشوف الغبار، امال هيصحبني ازاي؟ ده هيموت. وده مثال، يعني بيدي لك مثال، لان المحبوب اذا كشف نقاب جماله لانتهى ايه كل بصر إليه وكل موجود معه، فهمت ازاي؟ خلاص هتنتهي بقى، يقولك أنا هويت وانتهيت، فهمت؟ وعوام هذه الطائفة عيشهم في التجلي وبلاؤهم في الستر. عوام هذه الطائفة عيشهم في التجلي، يعني ايه؟ تجليات أثار الصفات وأثار الأفعال، مش تجليات الذات، ما يتحملهاش ده، هو بس بيكشف لك عن آثار حسن تدبيره، عن آثار حسن فعله فيك، عن بعض آثار صفاته، هو ده اللي تقدر تتحمله وتعيش معاه، ما يقدرش يكشف لك نقاب جمال ذاته، فهم؟ وإلا مش هتتحمل. وبلاؤهم في الستر، يعني في توقف التعرفات الإلهية. وأما الخواص فهم بين طيش وعيش. الخواص بقى ساعات يتجلى عليهم بأشياء قد لا يتحملوها فيطيشوا،
يطيشوا يعني ايه؟ يعني يتصرفوا تصرفات غير منضبطه. فهم؟ وعايش، واحيانا يردهم الى حالهم المتوازن بستر الحجاب فيعيشوا مره اخرى. يبقوا ايه؟ تعرف تكلمه يرد عليك، يعرف يروح يتاجر، يعرف يروح يتعلم، يعرف يروح يتزوج، يعرف يروح يعمل مشروع، يعمل مهنه، يبقى منتبه ليه. فهمت؟ واما الخواص فهم بين طيش وعيش، لانهم اذا تجلى لهم طاشوا، واذا ستر عليهم ردوا الى الحظ فعاشوا. فانت عايز تطيش ولا تعيش؟ فهمت بقى؟ في ناس جهلة يقول لك انا عايز التجلي، فان تجلى عليه طاشة. طاشة يعني ايه؟ يعني خلاص خرب، خرب حتى على نفسه. فهم؟ وقيل انما قال الحق تعالى لموسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى، ليستر عليه ببعض ما يعلله به بعض ما أثر فيه من المكاشفة بفجأة السماع. يعني سيدنا موسى اللي هو بس سمع لذة السماع، لم يكشف له برؤية جمال الذات، فقد سمع من وراء حجاب. هذه اللذة قد كادت تطيش عقله، فأم ربنا رده لنفسه بسرعة، قال له إيه اللي في إيدك دي يا موسى، عشان يلفت انتباهه لحاجة تانية، عشان يعرف إيه يعيش، وإلا كان كل انتباهه مع ما سمع، لدرجة انه غاب في ما سمع. فربنا اراد ان يرده، فقال له ايه اللي في ايدك دي يا موسى، يعني بيتلطف معه علشان يعود مرة اخرى الى حجاب بشريته. وقال صلى الله عليه وسلم: انه لا يغان على قلبي حتى استغفر الله في اليوم 70 مرة. هو الاستغفار معناه ايه؟ طلب الستر. كأن النبي في كل لحظة بيحصل لي تجليات قد لا يتحملها، يقوم يستغفر يقول: يا رب استرها عني شوية عشان يبقى لي في بقية أهدي الناس وأعلم الناس. فبيستغفر يعني يطلب ستر التجليات لدوامها وتعاقبها على قلب حبيبه. فهم؟ لا يستغفر من فعل المخالفات، بل يستغفر من أنوار التجليات. فهم؟ وإنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 70 مرة. والاستغفار طلب الستر، لأن الغفر هو الستر، ومنه غفر الثوب والمغفر وغيره. يعني اللي بيستر الرأس بيسموه إيه؟ مغفر. فهمت؟ فالغفر هو الستر. فكأنه أخبر أنه يطلب الستر على قلبه عند سطوات الحقيقة، إذ الخلق لا بقاء لهم مع وجود الحق، وفي الخبر: لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك بصره، يعني بصر العبد. الضمير هنا في بصره يعود على العبد. يعني لو تمت المكاشفة لانتهت إيه؟ لانتهت المحاضرة، عاد كل شيء إلى مكان. العدم يرجع عدم، والوجود يفضل موجود، كله يرجع لأصله يا أستاذ. فهم؟ لو تمت المكاشفة. وعشان كده في الجنة لا يتم الكشف عن الذات برضو، حتى في الجنة احنا هنرى ربنا، لا نرى الذات بل نرى الرب. وهناك فرق بين الرب والذات. الرب هي تجليات الأفعال والصفات والقيام بالإيه؟ بكل نفس. فكل واحد مربوب قائم برب، فربك يكشف لك عن الربوبية القائمة فيك. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي مكشوف كل إنسان في الجنة غير مكشوف الإنسان الآخر. ربوبيتي غير ربوبيتك، غير ربوبية النبي غير ربوبية الصديق. فكل واحد هيشوف الرب القائم به. فاهم؟ وتتلون عليك ايه؟ الرؤى والتجليات بتلون امدادات الربوبية لك في كل احوالك. فهمت بقى؟ لكن الذات
تفضل مستورة عن أهل الجنة كما هي مستورة عن أهل الدنيا، لأن الذات لو كشفت لجنة ولا نار ولا موجود مع الموجود. فهمت بقى الحكاية؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد، نكمل الأربعاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.